لم تكن التظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق مفاجئة للعالم الذي عهد أسبابها وعاين الواقع المأساوي الذي يعيش به العراقيون منذ الغزو الأمريكي لبلدهم عام 2003. تحت هذا العنوان سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على تظاهرات العراق من حيث أسبابها وإرهاصات تفجرها وحيثيات زمانها ومكانها، وترى أن مكان انطلاقها يمثل النقطة الجوهرية في استمراريتها وعدم قدرة الحكومة على إخمادها، حيث تقول الصحيفة إن الطبقة السياسية استغلت مشاركة سكان محافظات جنوب العراق في الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة لإضفاء الشرعية على الحكم في العراق الذي هيمنت عليه عام 2003 وحتى الآن. ومع ذلك سجلت مدن جنوب العراق أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من شهر أيار الماضي، والتي بلغت فيها نسبة المقاطعة أكثر من 82%، في رسالة واضحة تؤكد انعدام الثقة تماما بينها وبين الأحزاب السياسية. وعزز انعدام هذه الثقة عدم تردد ميليشيا الحشد بإطلاق النار على المتظاهرين. كما ترى الصحيفة أن هذه التظاهرات ليست وليدة اللحظة، إذ تشهد مدن العراق بشكل مستمر مظاهرات تطالب بالإصلاح وتحسين الخدمات وتوظيف العاطلين عن العمل. ومع تجاهل الحكومة لمطالب المتظاهرين واستمرار الفساد وانحدار المستوى المعيشي في العراق من سيء إلى أسوأ، بدأت مدن العراق في الآونة الأخيرة تشهد مظاهرات شبه يومية، إلى أن أخذت في شهر تموز الحالي منحا آخر من حيث زخمها ومطالبها وطريقة التعامل الحكومي معها، إضافة إلى تمردها على نمطية التظاهر بالوصاية، أي أنها أفقدت المرجعيات قدرتها على تسيير الشارع كيفما شاءت. وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة بدأت تفقد جميع وسائل إخماد التظاهرات، لأن أسبابها تتطلب معالجة تحديات عميقة الجذور تصيب الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العراق.